نتواصل مشاهدينا الاعزاء. ايها الحفل الكريم، اشواط صباح هذا اليوم الخاصة بالثنايا، وهذا هو شوطنا السادس الثالث للثنايا القعدان، وجائزة عينية قيمة بانتظار الفائز بناموس هذا الشوط، وهي عبارة عن سيارة تويوتا كروزر بيك اب بانتظار الفائز بهذا الشوط. ونتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط، 38 مشارك في هذا الشوط، نتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح والسداد والناموس جميعا. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط، ومن يحتل المركز الأول هنا مصيحان لمحمد بن سعيد بن محمد الخيالي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول يليه على المركز الثاني ويتقدم عالي لحمد بن ناصر بن علي النعيمي على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث ظبيان لمحمد بن صالح بن سعيد الكثيري يتواجد أيها الأعزاء المتابعون على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، ويصل المتحد لمحمد بن جار الله بن ذروه المري، بينما المركز الخامس يتواجد فيه ويتقدم مشاكل لسلطان بن سعد بن سلطان المسيفري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط، والخمسة المراكز المسموح لها بالنداء والإذاعة في هذا الشوط من هذه المسافة الماراثونية الطويلة المقررة لسن الثنايا، مسافة القدرة والتحمل. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول ومن يسيطر على الموقف وعلى مقدمة الشوط. هذا هم صيحان لمحمد بن سعيد بن محمد الخيالي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول يليه اللي يتقدم من الجانب الآخر. هنا عالي المقام، عالي عالي على المركز الثاني لحمد بن ناصر بن علي النعيمي من أهل الميدان على المركز الثاني. المركز الثالث ظبيان لمحمد بن صالح بن سعيد الكثيري، أحد ضيوفنا الأعزاء، ضيف عزيز قادم من ميدان من مدينة العين. مرحبا بالضيوف، أيضا المالك عالي، أيضا أحد ضيوفنا الأعزاء أيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع يتواجد فيه على المركز الرابع هنا مشاكل مشاكل، الله يكفينا شر المشاكل. هذا سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري على المركز الرابع، وهذا بيسبب مشاكل للمشاركين. نتقدم تقدم بهذا التقدم، بدأ الآن في المناوشات مع الأخوة المشاركين في هذا الشوط. المركز الخامس يتقدم المتحد لمحمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أختم النداء بالمتحد، من يحتل المركز الخامس هذا هو المتحد، ومرحبا بهذا الشعار وبهذه المشاركة للمتحد في هذا الشوط، ومرحبا بكل المشاركين والأخوة الأعزاء الحاضرين معنا في أشواط الثنايا في هذا الصباح، هذا الصباح الجميل وهذا المهرجان الكبير الذي ينطلق، هذا المهرجان تخليدا لاسم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله دره واسكنه فسيح جناته. اقبال جماهيري اعزائي المستمعين الكرام والمشاهدين على هذا المهرجان لوحظ وسجل من قبل اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، عشرات الالاف حضرت في هذا الشوط، 10,260 مشاركة سجل اسمها في هذا المهرجان. نتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح والسداد. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، ما زال أم صيحان على المركز الأول سيدا للموقف ومتحكما بزمام الأمور ومسيطرا ومتربعا على عرش صدارة هذا الشوط. محمد بن سعيد بن محمد الخيالي يقدم أم صيحان، ولكن التقدم من الجانب الآخر عالي 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 عالي، وأيضا هذا الاسم يأتي من العلو ومن الارتفاع ومن المكانة العالية الرفيعة. هذا هو عالي، يتقدم إلى المكان العالي إلى المركز الثاني لحمد بن ناصر بن علي النعيمي.
أيضا قادم نعيمي من مدينة العين للمشاركة في هذا المهرجان. المركز الثالث، المركز الثالث يتقدم ويتسلل ودخول قوي من مشاكل، مشاكل يتقدم لسلطان بن سعد بن سلطان المسيفري، يتسلل ليخطف المركز الثاني مشاكل، هذا هو على المركز الثاني ووصيف المركز الأول اللي يتقدم بدوره عالي مباشرة إلى المركز الأول. هذا هو عالي يختطف ناموس الشوط ويختطف المركز الأول لمحمد بن صالح أو لحمد، لحمد بن ناصر بن علي النعيمي على المركز الأول، ولكن دخول غير مشاكل، غير مشاكل سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري. يا سلام، مشاكل ينتقل إلى مباشرة إلى المركز الأول، انتقل انتقال ممتاز إلى مقدمة الشوط والعصاقوس والكروزر البيك أب بالانتظار. يا مالك مشاكل سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري، حكم أعصابك يا أخوي، 4 كيلومترات انقضت ويتبقى مثلها تماما، وباقي أيضا مسافة طويلة عن ختم هذا الشوط ومعرفة الفائز بالمركز الأول. المركز الثاني يتقدم فيهم صيحان لمحمد بن سعيد بن محمد الخيالي على المركز الثاني، وعالي على المركز الثالث لحمد بن ناصر بن علي النعيمي. المركز الرابع يصل المتحد ويتقدم بهذا السجل الحافل بالإنجازات، محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه المري، يقدم المتحد رابعا في هذا الشوط. هذا هو المتحد وممثل أبناء الشحانية في هذا الشوط، أيضا مع مشاكل. المركز الخامس يصل أحد القادمين الباسل، مرحبا بالباسل وأيضا صاحب سجل حافل في هذا الموسم، هذا هو الباسل لجابر بن حمد بن متعب المنخس على المركز الخامس، وأختم ندائي مع اسم الباسل. هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ومشاكل جر الشوط جر وجره يا مالك مشاكل، جره يا المسيفري جره. هذا هو مشاكل ما شاء الله تبارك الله، ينطلق مشاهدينا الأعزاء ويبتعد ابتعاد كلي عن أقرب المنافسين. هذا هو مشاكل مشاهدينا الأعزاء، يطوي الميدان طي ما شاء الله تبارك الله، و3 كيلومترات الأخيرات المتبقيات الثقيلات على المشاركين والمعلقين، أثقل الأمتار الميدان هي الأمتار الأخيرة والقليلة المتبقية. هذا هو مشاكل بشعار المسيفري، يسيطر سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري بهذا الشعار الجميل، ومشاكل ينطلق كالظبي على مقدمة الشوط. يا سلام، وما في مشاكل مع هذا الانطلاق أبدا أبدا، نواصل على هذا المنوال فالأمور طيبة، الأمور زينة 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 يا مالك مشاكل. سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري، يا سلام، هذا هو مشاكل على المركز الأول، وهذا هو الفارق على الكادر التحتاني، وهذه إحدى كاميرات الميدان تستقبل مشاكل مرحبة بهذا القدوم. يا سلام، شوف الفارق، الله أشكرك يا مخرجنا علي بشارب على هذا الإخراج المميز في صباح هذا اليوم. هذا هو مشاكل على المركز الأول سيدا لهذا الشوط، أيضا الفارق نشوفه على الكادر التحتاني، شوفوا مشاكل بعيد عن أقرب المنافسين. المركز الثاني يتقدم هنا المتحد لمحمد بن جار الله بن ذروه المري على المركز الثاني، يتقدم تقدم ممتاز وأيضا خطير. المركز الثالث، المركز الثالث يصل فيه عالي حمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي. هذه الثلاثة المراكز المتقدمة الأولى، بينما المركز الرابع من يتقدم فيهم صيحان لمحمد بن سعيد بن محمد الخيالي يتقدم إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس الباسل جابر بن حمد بن متعب المنخس المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، ومشاكل يقترب من لوحة الكيلومترين الأخيرين، مشاكل المملوك لسلطان بن سعد بن سلطان المسيفري، يمني النفس باختطاف سيارة هذا الشوط وأيضا ناموسه الغالي، الكل يتمنى اختطاف نقطة في هذا المهرجان، نقدية أو جائزة عينية، لما لهذا المهرجان من أهمية الكبرى ومحك الحقيقي للمشاركين ولهجنهم المشاركة. هذا هو مشاكل أعزائي المتابعين على المركز الأول وحتى هذه اللحظات والأقرب للفوز، واستراحة محارب مع مشاكل سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري، ولكن اقتربت الشعارات بقيادة المتحد، المتحد يسيطر على القادمين من
القلب يقود هذه الكوكبة الذهبية من القعدات. يا سلام محمد بن جار الله بن ذروة ممثل أبناء مدينة أم صلال على المركز الثاني وممثلا لأبناء الشحانية بهذا التقدم. المركز الثاني الثالث يصل فيه عالي لحمد بن ناصر النعيمي. المركز الرابع أم صيحان لمحمد بن سعيد بن محمد الخيالي. بينما المركز الخامس أول نداء لشاهين عبد الهادي بن حميدي بن سالم آل فهيدة. يا سلام وصل على المركز الخامس ولكن نعود إلى التغيير. التغيير خطف المركز الأول من مشاكل. انطلق في هذه اللحظات تحرك عالي وتحرك المتحد وعالي ومعركة الثنايا القعدان في ثالث أشواط هذا الصباح. المتحد وسجل حافل بالإنجازات وعالي وأيضا سجل حافل بالإنجازات والتقاء القعدان في هذا الشوط. المركز الثالث شاهين عبد الهادي بن حميدي بن سالم الفهيدة. المركز الرابع يصل مصيحان لمحمد بن سعيد الخيالي. المركز الخامس اختلط الحابل بالنابل. مشاهدينا الأعزاء يصل على المركز الخامس البرج ضحي بن مبارك وضحي التبي. ولكن نعود مع الكيلو الأخير. المتحد مشاهدينا الأعزاء المتحد لمحمد بن جار الله بن ذروه المري على المركز الأول. وهذا هو المتحد راعي الإنجازات راعي البطولات في رصيد السيارات وفي رصيده رمز في دولة الكويت في سن الأجزاء في العام الماضي في رصيده أيضا الكاس والرمز في دولة الكويت في الأجزاء القعدان. ولكن التسلل والخطورة أراها في هذه اللحظات. يا سلام المتقدم هنا وصول أول نداء شديد محسن بن سهيل السليمي العامري وأيضا من الجانب الآخر أحد المتسللين وأحد المنطلقين. يا سلام البرج ضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي يصل على المركز الثالث. ولكن المتحد وأمال بن ذروة المتحد واللحظات الأخيرة وصل هنا في هذه اللحظات. مهاجر النوبي محمد بن شعبوني العامري ولكن المتحد ومهاجر اللحظات الأخيرة هاجر مهاجر ولكن المتحد يصمد. مشاهدينا الأعزاء رغم الضغوط من قبل مهاجر ومن قبل أيضا القادم ومن قبل شديد والشوط في شدة ولكن سلام يا المتحد وتحية لمالك المتحد الواصل. الموقف خطير يا بو شديد والمتحد ولكن المتحد يضيف هذا الإنجاز إلى رصيده ويصر على اختطاف ناموس الشوط. سلام يا المتحد سلام تهانينا والناموس محمد بن جار الله بن ذروة المري على هذا الفوز المستحق. وسلام يا مصلان سلام. المركز الثاني شديد لمحسن بن سهيل السلمي العامري. المركز الثالث وصل بهم صيحان لمحمد بن سعيد بن محمد الخيالي. المركز الرابع شاهين لعبد الهادي بن حميدي بن سالم آل فهيدة المري. المركز الخامس وصل مهاجر للنوبي بن محمد بن شعفوري العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك المتحد محمد بن جار الله بن ذروه المري على هذا الفوز المستحق ويضيف هذه السيارة وهذا الإنجاز إلى رصيده الحافل بالإنجازات. 13 دقيقة 11 ثانية 20 جزءا من الثانية تهانينا والناموس محمد بن جار الله بن ذروه المري. المركز الثاني شديد 13 دقيقة 11 ثانية 62 جزء من الثانية تهانينا والناموس محسن بن سهيل السلمي العامري. المركز الثالث كان من نصيب شاهين لعبد الهادي بن حميدي بن سالم آل فهيدة. توقيت 13 دقيقة 12 ثانية 28 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الأعزاء بالفعل